اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينه برشيد. يعني كما كتشوفوا معنا طلقات ديال البارود من مهرجان تبوريدا، كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة برشيد. يعني مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في مباشرة من المهرجان الصيفي للثقافة وفن تبوريدا ببرشيد، يعني تخليدا للذكرى عيد العرش المجيد، تنظم جماعة برشيد بشراكة مع جمعية مهرجان برشيد. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في مباشرة من مهرجان تبوريدا. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة برشيد، يعني مهرجان فن التبوريدا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في هاد الطلقات الرائعة اللي يعني للصربة للصربات، يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في لهاد البث المباشر. كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هاد البث المباشر، يعني ما شاء الله شوفوا معنا جمالية الخيول، يعني واللباس التقليدي للفرسان، اللباس التقليدي العريق كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هاد البث المباشر. تراث هو تراث مغربي اصيل كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام باعتراف يعني من اليونسكو بانه تراث مغربي اصيل عريق، يعني ديال المغاربه ديال المشاهدي الكرام كما كتشوفوا معنا لهذا البث المباشر. وخذ لا تقول لا انا معك ودرتي لي الشوشاره صاحبي بلاتي. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هاد الله الله نتمنوا السلامة يعني الركاب. كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هاد البث المباشر. شكرا لك.
مباشرة من مدينة برشيد كما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تي في. مهرجان فن التوريدة كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تي في البث المباشر من مدينة برشيد. كتشوفوا معنا مشاهدي كرام مشاهدي قناة شوف تي في هذا البث المباشر. كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر. ما شاء الله يعني كتشوفوا يعني جودة الخيول يعني ما شاء الله. اللباس التقليدي المغربي العريق للفرسان يعني كيزيدهم يعني جمالية فوق يعني الحصان كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. إذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله.